متابعي تلفزيوني المسابقة، أهلا بيكم. تغطية رياضية جديدة مع محمد عراقي. يعني أكيد أصداء كبيرة من ساعة مباراة الزمالك وبيراميدز امبارح. يعني ما كانش حد يتوقع إن بيراميدز يفوز على الزمالك، وخصوصا كمان بعد ما الماتش ابتدى. يعني كان ممكن قبل المباراة، طبعا الزمالك طول الوقت بيبقى كفته أرجح على بيراميدز، ولكن بعد ما المباراة ابتدت والزمالك قدر إن هو يحرز هدف مبكر عن طريق حسام عبد المجيد، وكمان طرد لعلي جبر مدافع بيراميدز، الناس كلها تخيلت ان ممكن الزمالك يفوز بالمباراه بهدفين وبثلاثه وباربعه كمان. ولكن المفاجاه ان بيراميدز قدر رغم النقص العددي ان هو يرجع في الشوط الثاني ويلعب وقت اضافي ويستمر الوقت الاضافي معاه، ويقدر يحافظ على نتيجه التعادل لحد ضربات الترجيح اللي الزمالك طبعا خسرها بعد اهدار. يعني المفروض اول لعيب اهدر كان زيزو، اللي هو المعروف عنه ان هو واحد من اهم المجيدين لضربات الجزاء او ضربات الترجيح، وكمان طبعا في النهايه شيكابالا اللي اهدر ضربه الترجيح الاخيره. بيراميدز طبعا اكيد في حاله انتعاشه كبيره داخل نادي بيراميدز، ولكن واضح ان بيراميدز مع باتشيكو المدير الفني الجديد مختلف. يعني باتشيكو غير خالص تاكيز جونياس، غير خالص المدربين التانيين اللي كانوا موجودين فريق دلوقتي، بخلاف طبعا ان هو يملك لعيبه كبار. محدش ينكر طبعا ان كتيبه بيراميدز او تشكيل بيراميدز فيها لاعبين كبار جدا، لدرجه ان في ناس ممكن تقول ان اللعيبه بتاع بيراميدز ممكن يكونوا افضل من ناحيه الكواليتي عن لعيبه الاهلي والزمالك، ولكن كان ينقصهم مدير فني بيقدر يستغل القدرات دي كلها، وبيقدر يعني يخلي اللعيبه عندها اراده وعندها طموح وعندها دافع كبير للفوز في المباريات دي. طبعا بند او عامل يفتقده بيراميدز بشكل كبير عشان ما عندوش جمهور. يعني دايما طول الوقت اللي بيدي الاهلي والزمالك الدفعيه الكبيره هو جمهور الفريقين، ولكن بيراميدز كان ينقصه الموضوع ده. ولكن واضح ان باتشيكو مدرب كبير قدر ان هو يعمل الحافز دي عند اللعيبه. شفنا اللعيبه كلها بتلعب 120 دقيقه بشكل كبير جدا جدا، وكمان عوده لاعبين كانوا بعاد جدا جدا شاركوا في المباراه زي احمد فتحي. احمد فتحي يعني تقريبا هو حتى امبارح في تصريحات لي قال اكد ان هو ما بيلعبش من الحجز السنه اللي قبل اللي فاتت، يعني بقاله اكتر من سنه ما بيلعبش خالص كوره. وهو طبعا اكيد وجه اللوم الكبير لتركيز جونياس المدير الفني السابق، ولكن باتشيكو يعني الراجل اللي هو كان بعيد خالص ده دفع بيه بشكل اساسي وكان متواجد في التشكيله الاساسيه ولعب 120 دقيقه وكان احد نجوم المباراه. يحسب لباتشيكو كمان يعني فكره ان انت تخرج عبد الله السعيد بعد الطرد على طول، تخرج عبد الله السعيد بعد تقريبا 20 دقيقه من انطلاق المباراه. اعتقد ان دي جرأه كبيره جدا جدا من باتشيكو وقوه شخصيه. كل الناس عارفه ان عبد الله السعيد هو كابتن فريق بيراميدز، راجل عنده أرضية كبيرة داخل النادي أكيد أكبر كتير من باتشيكو. الناس كلها عارفة قوة شخصية كمان عبد الله السعيد، فإن أنت تخرجه في الوقت ده واللعيب ما يعملش أي مشكلة ويخرج بشكل اللي إحنا شفناه كله، فده واضح برضو إن يعني باتشيكو مسيطر على أوضة اللبس بشكل كبير. كل اللعيبة امبارح كانت متألقة بشكل كبير. طبعا الزمالك يعني واضح إن هو يعني متراجع الفترات الأخيرة، فيريرا مش بيقدم أفضل حاجة مع نادي الزمالك، وده هنتكلم فيه في جزئية نادي الزمالك. ولكن خلينا قبل ما نسيب بيراميدز نتكلم عن موضوع مهم جدا، وهو يعني موضوع الصفقات. هل بيراميدز النهارده من اكتر الانديه اللي بتعمل صفقات؟ لا، يعني بيراميدز مركز بشكل كبير ان هو يعمل الصفقات اللي هو محتاجها. اداره نادي بيراميدز شايفه ان هي تملك كتيبه من النجوم اللي انت محتاج تحافظ عليها، مش محتاج ان انت تجيب عليها. طبعا بيجيبوا ويتعاقدوا مع صفقات، ولكن في اضيق الحدود. هم شايفين ان هم عندهم قوام يقدروا يبنوا عليه بشكل كبير. من اهم لعيبه القوام ده هو البوركيني بلاتي توري، لعيب جابوه هم بشكل حر بعد يعني بطولة افريقيا لو نفتكر، بعد مشاركته مع بوركينا فاسو. لعيب بيقدم مستويات مبهره مع بيراميدز منذ انطلاق الموسم. كمان بلاتي توري كان جاي لمده موسم، مده موسم واحد بس، ولكن يعني مع خيار لبيراميدز ان هم عندهم يقدروا يفعلوا بند موسم تاني اضافي مع بلاتي توري. يعني هو اللعيب عقده يخلص مع بيراميدز بنهايه الموسم ده، ولكن من حق بيراميدز ان هو يحافظ عليه او يبقي عليه لمده موسم اضافي بشرط ان هو يبلغه في شهر يناير، وده اللي حصل خلال امبارح بالتحديد كمان بعد انتهاء مباراه الزمالك. ليه بيراميدز عمل كده؟ طبعا اكيد بسبب المستوى الكبير اللي بيقدمه بلاتي توري من ناحيه، ومن ناحيه ثانيه العروض الكبيره جدا اللي انهالت على اللعيب خلال الفتره الاخيره وابرزهم من الاهلي والزمالك. الاهلي طبعا يعني بنسبه كبيره جدا كان مركز مع بلاتي توري وباصص عليه، ناس كتير بتقول ان هو واحد من افضل المحترفين في مصر ان لم يكن هو الافضل في الفتره الاخيره. حتى النادي الاهلي كان بيوعد بلاتي توري ان هو ممكن يكون بديل لاليو ديانج في حاله رحيل اليو ديانج لاحد الانديه اللي طالباه في اوروبا، فممكن بلاتي توري يكون موجود مع الفريق خلال الفتره اللي جايه. ولكن بيراميدز قطع الطريق على الاهلي وقطع الطريق على الزمالك، وقدر ان هو يفعل بند تمديد الشراء بتاع
بلاسي توريه وهو مستمر مع بيراميدز الموسم اللي جاي كمان. يعني الموسم ده طبعا هو مستمر فيه، الموسم اللي جاي كمان هو مكمل مع بيراميدز لحد بقى ما نشوف ايه اللي ممكن يتم بعد كده. هل ممكن الاهلي يدخل في مفاوضات معاه، الزمالك يدخل في مفاوضات معاه، ولكن الاكيد ان محدش هيقدر يحصل على توقيعه قبل شهر يناير اللي جاي. يعني لسه كده كده بلاتي توري مستمر في بيراميدز لمده موسم اضافي. نروح بقى للموضوع الثاني بقى وخاص بنادي الزمالك. كلنا اتكلمنا ان نادي الزمالك مش بيمر بافضل احواله، واضح ان سنه 2023 يعني منحسه شويه مع نادي الزمالك. نادي الزمالك في السنين اللي فاتت قدر يفوز ببطوله الدوري لمده موسمين متتاليين مع طبعا جوزفالدو فريرا المدرب الكبير جدا، ان هو رغم طبعا تراجع نادي الزمالك في الفتره الاخيره، ولكن ما حدش ينكر ان جوزفالدو فريرا يعني واحد من اهم المدربين اللي جم في تاريخ مصر، المدربين الاجانب اللي جم في تاريخ مصر، وقدر يعمل نجاحات كبيره مع الزمالك سواء في فتره توالي المسؤوليه دلوقتي او حتى في فتره توالي المسؤوليه قبل كده. في تراجع كبير في اداء معظم اللاعبين في خط الدفاع، في خط الوسط، في خط الهجوم، شايفين زيزو، شايفين امام عاشور، يمكن هم كانوا اكتر اتنين لعيبه بيقدروا يكسبوا الزمالك وبيقدروا يعني يصنعوا الفرق مع الزمالك، ولكن شايفين مستوى متراجع. الزمالك لسه لازال بيحتاج لمهاجم صريح يقدر يترجم الفرص اللي تيجي لنادي الزمالك. يمكن طبعا يعني الزمالك بيجاهد وبيجتهد ان هو يتعاقد مع لعيب مهاجم في الفتره الحاليه، برده في تفكير في لعيب 10 او 8. كان الزمالك طبعا عارفين ان هو كان بيفكر في مروان عطيه، ولكن مروان عطيه انتقل في النهايه لصالح النادي الاهلي، فبالتالي لسه برضو الزمالك الحته دي بيدور على لعيب فيها. المثير ان في 2023 الزمالك لعب اربع مباريات، الاربع مباريات ما قدرش يكسب فيها. يعني النهارده واحنا يوم 17 في الشهر، الزمالك ما فازش في ولا مباراه في 2023. يعني لعب اسوان كان هزيمه، الداخليه تعادل، الاتحاد تعادل، بيراميدز تعادل، ثم الخساره بضربات الترجيح في بطوله كاس مصر، بيودع بطوله كاس مصر من الدور نصف النهائي. فبالتالي 2023 مش هي في افضل احوالها. يعني مين اللي ممكن الحلقه اللي ما كانتش بتشارك او كانت بتشارك قبل كده قبل المباراه دي والمفروض ان هي ترجع لتشارك الفتره اللي جايه؟ واحمد فتوح. فهل ممكن يكون احمد فتوح يكسر نحس الزمالك في 2023؟ ده اللي هنشوفه خلال الفتره اللي جايه، لان من المتوقع ومن المنتظر ان احمد فتوح يظهر في مباريات الزمالك. كلنا عارفين ان احمد فتوح واحد من اهم دعائم نادي الزمالك ولاعيب يعتمد عليه فريرة بشكل كبير. طبعا كلنا عارفين مشكلته اللي حصلت في الفتره الاخيره وقصه عدم الخضوع للمنشطات واللي حصل والمشكله اللي حصلت دي، ولكن خلاص فتوح رجع التدريبات، هو عبد الله جمعه بالمناسبه، ولكن احنا بنتكلم عن فتوح بما انه هو اللعيب الاساسي في تشكيله نادي الزمالك. فمن المنتظر ان فتوح يظهر في المباريات المقبله. يعني هل ممكن يكون فتوح هو بقى اللي يكسر نحس الزمالك في 2023؟ طبعا ده كلام ممكن يكون مش موجود في الكوره، قصه النحس ومش النحس، ولكن ده الواقع. الواقع لحد دلوقتي ان الزمالك منذ انطلاق السنه ما قدرش يحقق ولا فوز لحد دلوقتي. النهارده طبعا يعني خلينا برضو طبعا فاكرين النهارده الاهلي هيلاعب سموحه في دور نصف النهائي لبطوله كاس مصر، الفائز منهم هيلاعب بيراميدز في المباراه النهائيه ان شاء الله. المباراه طبعا هتنطلق في تمام السادسه مساء. الاهلي اكيد داخل طبعا وحابب ان هو يفوز بعد اقصاء الزمالك، وعارف ان البطوله كده مش هنقول اتسهلت لان بيراميدز برضو فريق كبير، ولكن اكيد الاهلي حابب ان هو يحرز البطوله عشان يسعد برضو جماهيره، لان برضو جمهور النادي الاهلي مش في افضل احواله ومش حاسس ان الفريق بيمشي بافضل شكل خلال الفتره اللي فاتت. فاكيد الاهلي حابب يحرز بطوله يعني تساعده بشكل كبير ان هو يصالح جمهوره وتاكد على قوه كولر المدير الفني الحالي للفريق. خليكم دايما معانا في تلفزيون اليوم السابع وتغطيات مستمره باذن الله.